الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بالأخوة والأخوات الكرام في الحلقة الأولى من برنامجنا التربوي اللي سلط الضوء على أبرز القيم التربوية التي لازم على المربي أن يربي عليها أولاده على مستويات متعددة، منها المستوى الإيماني، السلوكي، الاجتماعي، الجنسي، والمالي، والمستوى النفسي. ولقد قسم أهل بيت النبوة عليهم السلام المراحل العمرية للأولاد إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة المبكرة، وهي 7 سنوات الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة الطفولة المتأخرة، وتبدأ من السنة 7 إلى عمر ما قبل التكليف. والمرحلة الثالثة هي مرحلة المراهقة، وتبدأ من مرحلة التكليف إلى عمر 21 سنة. وهذا التقسيم السباعي قد أقره أيضا علماء النفس والتربية، فلكل مرحلة منهج تربوي يختلف عن الآخر. وكلامنا في هذه السلسلة هو مختص بالحقيقة بمرحلة الطفولة المبكرة. هذا البرنامج لو تابعه وطبقه الآباء والأمهات بإذن الله تعالى رح يساعدهم في عملية التربية وفق منهج سليم وقويم، لأنه يستند إلى تعليمات أهل البيت عليهم السلام الذين ذهب الله عنهم الرسة وطهرهم تطهيرا، بالإضافة إلى توجيهات علماء النفس والتربية. القيمة الأولى اللي رح نتحدث عنها في هذه الحلقة التربوية الأولى هي حفظ الأمانة في مرحلة الطفولة. ترى ما أهمية هذه القيمة التربوية الاجتماعية؟ بلهجتنا نقول ليش لازم نعلم أولادنا على هذه القيمة؟ هناك فوائد وأهمية مختلفة، منها أن أداء الأمانة بالحقيقة رح يتعلم الطفل الحرص على أشياء الآخرين ورح يؤدي حقوقهم. الأمر الثاني رح يعزز ثقة الآخرين بالأطفال، وهذا بدوره رح يعزز ثقته بنفسه. والأمر الثالث بأنه إذا زرعت قيمة حفظ الأمانة في نفس هذا الطفل فرح تحميه مستقبلا من أن يصبح سارقا فيما بعد. ولعظم أهمية هذه القيمة التربوية، شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا شلون نميز بين المؤمن الحقيقي عن غيره. انتبهوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وآله، قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطمطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. سبب هذا التأكيد لأن صدق الحديث بالحقيقة وداء الأمانة إذا تم غرسها بشكل سليم في نفس الطفل راح تضبط سلوك الإنسان وما تخليه منافق في المستقبل. لأن مع الأسف أكو مسلمين يصلون وصومون وحجون ولكن ما يتورعون عن محارم الله، فلما يكبرون يشوفوهم يؤدون حقوق الزوجية ويشوفوهم يغشون وسرقون وغيرها من المحرمات. إذا تبين بأن صمام أمان الإنسان هو صدق الحديث وأداء الأمانة، لذا جعلناها من أهم القيم اللي لازم تغرس في نفوس أولادنا منذ الصغر. لنأتي إلى أساليب التربية. حتى أزرع هذه القيمة التربوية حفظ الأمانة في نفوس أولادي لازم أن أنوع في أساليب التربية. مشكلتنا إحنا دائما نركز على أسلوب التربية بالموعظة فقط، يعني لا نملك أساليب أخرى، ولكن هناك أساليب متنوعة، منها أسلوب التربية بالموعظة والحوار، أسلوب التربية بالقدوة، أسلوب التربية بالخبرة والتجربة، أسلوب التربية باللعب، أسلوب التربية بالجزاء. ورح نتناول بعض هذه الأساليب مع كل قيمة تربوية حسب ما يسمح له الوقت. لنبتدأ بالبداية بالأسلوب المهم اللي هو أسلوب التربية بالموعظة والحوار. يعني أبين أهمية هذه القيمة التربوية اللي هي حفظ الأمانة لأولادي وأقربها إلى ذهنهم عن طريق الموعظة، عن طريق الحوار بما ينسجم ويا عمره. كان أقول مثلا: ماما هذه اللعبة مو إنه ما يصير أنت تلعب بيها لأنه لقد نسيها فلان، هذه أمانة. دائما نركز على كلمة أمانة ولازم نحفظ الأمانة. مثلا: هذا ثوب أخيك وما يجوزك ترتدي إلا بعد ما تأخذ موافقته. وأطلب أيضا من الآخرين بأن يكون أمناء على حاجات أخيهم حتى لا يشعر بالغيرة وما يعتقد بأن حب الآخرين أكثر منه.
بمثل هذه العبارات وغيرها راح تخلي الطفل يميز بين الشيء اللي يخصه والشيء اللي يخص الآخرين، ويعرفه هو أمانة وما يجوز يتعدى على هذه الأمانة. أحاور ابني، أقنعه، كان أقول له هل ترضى أحد يا ولدي يعبث بأغراضك الخاصة وألعابك؟ أحد من راح يقول لا ما أقبل. فقل لي لا، أيضا ما يجوز لك أنت تستعمل أشياء غيرك إلا بعد ما تأخذ الرخصة منهم. بالإضافة لهذا الشيء أذكر للروايات الآيات اللي تمدح الأمانة والذنب الخيانة. فمثلا أطبع الهمية على ورقة وعلقها على أحد جهات الدار وجعله يسمعني وأنا رددها، كان أقول ماذا قال الله تعالى؟ إن الله يأمركم ماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى من؟ إلى أهلها. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. فلما أنا أقول له ماما ما يصير تستخدم قلم صديقك أو ثوب مثلا فلان بدون إذنه لأن أمانة. من أنواع الموعظة بالحقيقة أنواع الموعظة، الموعظة بالقصة، يعني كلما كان هذا المربي القاص ذا أسلوب متميز وجذاب قدر يشد انتباه الطفل ويأثر به. وأسلوب القصة هو أكثر الأساليب نجاحا، سواء كان هذا الأسلوب شفهي أو فيديوي، مثلا كأن تكتبين على اليوتيوب مثلا كارتون عن أداء الأمانة، شوفون تطلع لكم مجموعة كما ترون على الشاشة مجموعة من المقاطع وتختارون مثلا مقطع مقطعين أكثر وترونه الأفضل يكون على شكل جماعي. أبين للابن أنواع الأمانة، أبين له بأنه أكو أمانة مثل أمانة المال، أمانة المال اللي حتى الأبرة هو أمانة، أمانة الحقوق، أبين له شو أمانة الحقوق، مثلا بر الوالدين هو من الحقوق، مثلا بر الأبناء هو من الحقوق، أداء حقوق الناس هم أيضا من الحقوق، وأبين له بعض أنواع، أبين له نوع آخر من الأمانة هو أمانة الوقت، أبين له الآثار تترتب على الأمانة شحصل من ثواب وما هي العقوبات التي أنالها فيما لو الإنسان خان الأمانة، وهي كثيرة بالحقيقة وموجودة في كتب الأخلاق والتربية، فتقدرون أنتم تأخذون وتدرسون هذه الأمور وتشرحوها لأولادكم. لكن هناك شرط بالحقيقة لازم مراعاته في التربية بالموعظة والحوار. من أهم هذه الشروط هو أن لا يكون الأسلوب اللي أستخدمه مع ابني هو أسلوب يتميز بالغلظة والشدة، لا، لأن الله تعالى ماذا قال؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ماذا من حولك. وفعلا احنا نشوف أكثر شيء الأولاد يبتعدون عن الآباء، لماذا؟ لأن أساليبهم يستخدمون فيها قسوة والشدة. لا، لازم أساليبنا ماذا يكون معها؟ الرفق. فالرفق كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مع شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا باختصار الأسلوب اللي يتعلق بالموعظة والحوار. ونرجو من المربي أن يترقب الحلقة القادمة لنبين الأساليب التربوية الأخرى، ومنها أسلوب التربية بالقدوة وأسلوب التربية بالتجربة والخبرة، واللي رح تساعدنا على زرع هذه القيمة التربوية. لأن بالحقيقة أسلوب الموعظة غير كافي واحدة، بل لازم أن ننوع في أساليب التربية لكي تتأثر وتأتي الثمار وكلها. فكما أن الثمار بالحقيقة لا تجنى إلا بعد توفر مجموعة شروط، منها الماء والهواء والتراب والشمس، فكذلك الأمر لما نريد نزرع قيمة تربوية في نفوس أطفالنا وأولادنا فلازم استخدام أساليب متنوعة، أساليب تربوية متنوعة. بمجموع هذه الأساليب راح تتحقق إن شاء الله الهدف بعد الاستعانة والتوكل على الله تعالى. فإلى ذلك الحين إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.